السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعروف في البحر الأحمر إنه في 22,000 عائلة سمك مختلفة، والنهاردة هنتكلم على بعض منهم. أهلا بيكم في قناة أندر ووتر فوتوغرافر ريد سي. أنا رافع حسن، وفي الحلقة دي هنتكلم عن بعض من أنواع السمك. وقبل ما نبدأ، ولو لسه جديد في القناة اعمل سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. زي ما احنا شايفين دي سمكة الصخرة، سمكة مسممة جدا وخطر، ما ينفعش نلمسها خالص. ودي سمكة موسى، لونها لون الرمل، وفي ظهرها زي ما احنا شايفين بوينت اسود او نقط سودة. ليها أرجل كتير جدا زي ما احنا شايفين ديلها ورجليها اهي، بتعوم فيهم. شكلها جميل جدا وسريعة في نفس الوقت وهي بتعوم. طبعا أي حد بيقرب منها زي ما بقرب كده بتجري، وشايف طبعا جدا رفيعة أوي. سمكة شكلها ما شاء الله سبحان الله يعني. دي سمكة بلاك سيرجنت اللي حوالين منها البارود، سمكة البربلان، في حوالي 4 أنواع منه برضو كمان بألوان مختلفة. وقفتها اهي لونها زي لون الرمل. طبعا دي ايجل راي الصقر، ديلها في كهرباء، في كهرباء طبعا. دي وسيلة الدفاع بتاعتها، الديل بتاعها في كهرباء زي ما احنا شايفين برضه جميلة جدا. في ناس بتخاف من شكلها يعني لو بتشوفها في البحر. ودي دي نوع من انواع الكائنات اللي في البحر برضه اسمها نودي برانش. نودي برانش دول اتنين على فكرة مش واحدة، صغننين جدا حوالي طول الواحدة 3 سنتي مليمتر بألوان مختلفة، في منها حوالي 33 لون. وده صدف البحر، ده نوع تاني برضو من صدف البحر. ودي الفايل فيش، سمكة الفايل اللي يعني سمكة بنقول عليها الملف الرفيع يعني عشان هي رفيعة جدا. على فكرة السمكة دي بتنور بالليل يعني. ودي زي ما احنا شايفين سناك تعبان البحر لونه أبيض، وفي منه الموريل في الفيديو اللي قبل كده شوفناه مع بعض، بتدور على مكان تسكن فيه، حوالي طولها 1.5 متر. ودي سمكة ريد سي فيش طبعا جنبها. ودي بقى المعلم الكبير براكودا طبعا، خطر جدا. وده سكول كبير من الجاك فيش. والسمك الأصفر ده في أسود في أبيض، ده باتر فلاي، سمك الفراشة، في حوالي منه 6 أنواع تانيين بألوان مختلفة. طبعا في الغطس بنشوف كل ده بعينينا وأنا بصور طبعا كل ده، وبحاول اشرحه لكم على قد ما اقدر. بلاك سيرجنت زي ما احنا شايفينها. ودي الباراشوت كورال، اول ما بتقرب بيخش جوه، بس اهو دخل جوه زي ما انت شفت كده ما شاء الله يعني سبحان الله.
لو عجبكم الفيديو سبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمة الله.